العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن وفيها. إيران تطلق صواريخ على مسلحين في سوريا بزعم مسؤوليتهم عن هجوم الأحواز. إضراب في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قانون الدولة القومية الإسرائيلي. في بغداد مفاوضات الساعات الأخيرة قبيل تسمية رئيس الجمهورية. To the General Assembly of the United Nations on 27 September 2018 that there are three missiles conversion sites near Beirut's airport. باسيل يقول إن إسرائيل تسعى لتبريد عدوان آخر على لبنان. وقبل تفاصيل هذه الملفات، هذه إطلالة على آخر أخبار اليوم، حيث أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في حل الخلافات مع واشنطن بأقصر وقت، محذرا في الوقت نفسه من أن لجوءها المرفوض إلى لغة التهديد والابتزاز عوضا عن الحوار إنما يلحق الضرر بها على حد تعبيره. كما تطرق أردوغان في كلمة بافتتاح السنة التشريعية الجديدة إلى العلاقات مع موسكو، وقال إن البلدين تجاوزا كثيرا من التحديات. شيع مئات الفلسطينيين جثمان الشاب محمد الرماوي في بلدة بيت ريما بالضفة الغربية الذي قضى عقب ساعات من اعتقاله من قوة عسكرية إسرائيلية في 18 من الشهر الماضي، وسلمت سلطات الاحتلال أمس جثمان الرماوي لذويه، فيما أظهرت نتائج التشريح التي أجريت في معهد الطب العدلي ببلدة أبو ديس قرب القدس تعرض الشهيد للاعتداء والضرب، إذ ظهرت الكدمات على أماكن مختلفة من جسده. رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي اتهام المبعوث الأممي غسان سلامة له بالسعي للبقاء في السلطة إلى أبد الآبدين في خطاب ألقاه قبل يومين أمام الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال المجلس في بيان له إنه يستنكر تلك التصريحات ويستغربها كونها منافية لحقيقة مواقف المجلس وفق ما جاء في البيان. عين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قاسم المالكي قائدا جديدا للجيش في محافظة البصرة التي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين. ويأتي تعيين المالكي خلفا للقائد السابق جميل الشمري الذي أقاله العبادي من منصبه الخميس الماضي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البصرة مطلع سبتمبر المنصرم وخلفت عشرات القتلى والجرحى. منحت جائزة نوبل للطب لعام 2018 في ستوكهولم إلى عالمي المناعة الأمريكي جيمس بي أليسون والياباني تاسوكو هونغو لإحداثهما ثورة في علاج السرطان. وخلافا للأشكال الأخرى من علاج السرطان التي تستهدف الخلايا السرطانية مباشرة، أوجد أليسون وهونغو طريقة لمساعدة الجهاز المناعي للمريض على مواجهة السرطان بسرعة أكبر. توفي شارل أزنافور آخر عمالقة الأغنية الفرنسية عن 94 عاما في منزله في منطقة يالبال في جنوب فرنسا. وكان أزنافور أكثر المغنين الفرنسيين شهرة في العالم عائدا من جولة في اليابان. وكان من المقرر أن يحيي أزنافور سفير الثقافة الفرنسية حفلة في 26 من الشهر الجاري في بروكسل إلى جانب حفلات أخرى في تشرين 2 نوفمبر وكانون 1 ديسمبر قرب العاصمة الفرنسية. إلى ملفاتنا الرئيسية الآن، حيث قال الحارس الثوري الإيراني إن إيران أطلقت صواريخ على مسلحين في سوريا حملتهم مسؤولية هجوم على عرض عسكري بجنوب غربي البلاد يوم 22 من سبتمبر أيلول. وذكر الحرس في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي صباح نيوز أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر صباحا استهدف قواعد للإرهابيين التكفيريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة وقوى إقليمية في شرق سوريا
حسب تعبير البيان الإيراني. ضربة محرم هو اسم العملية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد ما يقول إنه مقر قادة عملية الأهواز شرقي الفرات في سوريا. القوة الجوفضائية التابعة للحرس أطلقت 6 صواريخ من نوع ذوالفقار وقيام من كرمانشاه غربي إيران باتجاه مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، قاطعة مسافة تتجاوز 800 كيلومتر. البيان الصادر عن الحرس أوضح أن التجمع جرى استهدافه أيضا بصواريخ أطلقتها 7 طائرات مسيرة إيرانية، مؤكدا أن معلوماته تشير إلى قتل عدد كبير من المستهدفين أو جرحهم. صواريخ باليستية من نوع أرض أرض هي إذن عصا الإيرانيين التي يقولون إنهم أرادوا بها تلقين منفذي هجوم الأهواز درسا قاسيا وتوجيه رسائل إلى الدول الداعمة لهم وهي السعودية والإمارات بحسب الاتهام الإيراني الرسمي. في الوقت نفسه فإن الهجمة ليست الانتقام المميت الذي توعد به الإيرانيون أعداءهم، على ما يؤكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني. الخارجية الإيرانية بدورها وضعت هذا الهجوم الصاروخي في إطار العمل ضد ظاهرة تسليح من تصفهم بالإرهابيين في سوريا بحسب كلام الناطق باسمها. الحرس الثوري ينتقم ل25 قتيلا سقطوا في هجوم الأهواز معظمهم من عناصره، مغلفا رده باستعراض صاروخي يريد لأصدائه أن تتردد في عواصم عدة وليس في الأرض السورية فحسب. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري العميد نزار عبد القادر. أهلا بك سيد نزار إلى العربي اليوم. السؤال المطروح بداية هو أنه لماذا لم تسمي إيران المسلحين أو العناصر المسلحة الذين قامت باستهدافهم بشكل واضح ومباشر، بل فضلت التعبير عن أنهم إرهابيين تكفيريين تدعمهم الولايات المتحدة وقوى أخرى؟ يعني بالواقع من الصعب جدا أن أتنبأ لماذا لم تسميهم بأنهم الدولة الإسلامية أو داعش، يعني كما هو معروف، لأن هناك الجميع يعرف بأنه ما زال هناك جيب كبير في منطقة البوكمال تابع لداعش يعني، ويبدو أن الأمريكيين الموجودين في شرق الفرات يتعايشون حتى الآن مع هذا الجيب ولم يحاولوا أن يعني يقضوا عليه كما فعلوا في الجيوب الأخرى في محافظة دير الزور أو في الرقة. أنا أعتقد بأنه إيران يعني اختارت هذا الهدف لأنه الأقل إحراجا لها والأقل ثمنا، يعني سواء هل كان يجب أن ترد على التواجد الأمريكي في الخليج أو ضد السعودية أو ضد الإمارات وهي التي اتهمتهم بأنهم يمولون يعني الجماعات الإرهابية التي ضربت الحرس الثوري أثناء الاستعراض في مدينة الأهواز. أنا أعتقد بأنه يعني إيران كانت تدرك تماما بأن هذه الضربة يجب أن يكون لها مفاعيل إعلامية ومفاعيل دعائية، أولا للقول بأن صواريخها قادرة على الطيران لمسافة طويلة يعني 800 كيلومتر، ومن جهة ثانية لتقول بأن هذه الصواريخ هي بالفعل دقيقة وقادرة على إصابة الهدف، ولذلك كان يعني خيارها أن تستعمل صواريخ ذو الفقار. عسكريا فعلا هذه الرسالة وصلت خاصة في ظل سقوط أحد الصواريخ في إيران نفسها، يعني هكذا يقول بعض بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يحدث يعني ليس يعني شيء كبير او مستبعد، ولكن الرسالة الان دائما هناك نسبة من التواريخ على الرسالة يمكن ان تسقط. هل تتفق مع من يرى بانه هذه الرسالة ذكرت حضرتك بانه هو الموضوع دعائي وعدم قدرتها على الرد مباشرة على امريكا، انه هي رسالة داخلية للايرانيين انفسهم نتيجة ما حدث في الاحواز، وايضا هل يمكن قراءتها بانه هي رسالة لامريكا ربما بانه نحن ايضا معك تنظيم الدولة الإسلامية هم أعداء لنا بشكل أو بآخر، هل تقرأ كذلك؟ يعني أنا أقرأ أولا بأن رسالة دعائية، أولا لتقول لشعبها أن الحرس الثوري
الذي أدين على أنفاقه الأموال الطائلة في مظاهرات جرت في إيران يعني في الأشهر الماضية، بأن هذه الصواريخ هي بالفعل موجودة وقادرة على الرد والدفاع عن إيران وإلى آخره. لذلك هذه دعاية للحرس الثوري وبالواقع تبرير الأموال الكبيرة التي صرفت في الوقت الذي يجوع فيه الشعب الإيراني. الشيء الآخر بدي أقوله أنا بأنه دون شك الولايات المتحدة يعني هي في حالة حرب مع الإرهاب، والإرهابيون ليسوا بالواقع حلفاء لأمريكا أو للسعودية أو للإمارات، ولم يسبق لأي من هذه الدول أن تهمت بتمويل هذه الجماعات التي اسمها داعش أو الدولة الإسلامية. لكن بالواقع تريد إيران أن تقول وأن تزايد على أمريكا وعلى يعني المجتمع الدولي بأنها هي أيضا تحارب الإرهاب بالفعل وليست يعني أمريكا التي تتعايش معه في منطقة دير الزور. وهذا هو سبب رئيسي ووجيه جدا بالنسبة لإيران لاختيارها هذا الهدف في الذات. نعم. والذي يعني تعتبر فيه في 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 فيه القوة الأمريكية الرئيسية المتواجدة في شمال شرق سوريا على مقربة منه، وإيران تحاربه عن بعد من 100 كيلومتر. شكرا. هذا وسيلة دعائية كبيرة تستعملها إيران يعني في وجه الولايات المتحدة وللقول بأنها هي الجهة الفعلية المحاربة للإرهاب. أشكرك من بيروت الخبير العسكري العميد نزار عبد القادر. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سحبا مؤقتا لبعض موظفيها الأجانب من قطاع غزة بسبب مؤشرات مقلقة تتعلق بخفض الوظائف بعد توقف التمويل الأمريكي كما قالت المنظمة. وقد أعلنت الأونروا عن إلغاء 250 وظيفة في غزة والضفة الغربية، في حين أصبحت 500 وظيفة أخرى بنصف دوام. وقال مصدر في الوكالة إن 10 من الموظفين الأجانب انتقلوا إلى إسرائيل. من قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا باسل خلف. مرحبا بك باسل، متى وفي هذا القرار من قبل الأونروا؟ مساء الخير بدر. يعني وفقا للبيان الذي صدر مساء هذا اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسم الأونروا، أفاد بأنه هذا القرار جاء عقب تكرار حوادث مقلقة ذات طابع أمني لعاملي الأونروا في قطاع غزة وخاصة الدوليين. استفسارا حول هذا الموضوع علمنا بأنه عدد الموظفين الذين تم سحبهم هم 9 موظفين حتى هذه اللحظة وحتى مساء هذا اليوم، وأنه هذا الحدث أيضا يعني ربما سيكون له تداعياته إن لم تتدخل السلطات المحلية بحسب بيان الأونروا، والتي طالبت السلطات المحلية بالاستجابة لمطالبتها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعمليها ومنشآتها بحسب بيان إدارة الأونروا. هذا كله جاء عقب حدث صباح اليوم، تجمع عدد من موظفي الأونروا المفصولين، وكان هناك اجتماعا للموظفين الأجانب في أحد فنادق قطاع غزة غرب مدينة غزة، واعترض هؤلاء الموظفون أمام بوابة هذا الفندق، وبالتالي فهم على أن هذا الاعتراض من وجهة نظر الأونروا تهديدا لعمل هؤلاء واعتراضا لعمل هؤلاء الموظفين الدوليين، وبالتالي جاء هذا القرار. قبل قليل اتصلت بأحد هؤلاء الموظفين الذين كانوا هناك، و يعني هم يعترضون أولا على هذه الخطوة، يقولون أنهم لم يشكلوا خطرا على حياة هؤلاء الموظفين الدوليين، وأن المطلوب هو حل الأزمة وليس افتعال أزمات أخرى، بالإضافة إلى أنه يوم غد سيكون هناك أيضا وبعد غد إضراب لإدارة الأونروا، ويوم الخميس سيكون توضيح لموقف اتحاد الموظفين من كل الأزمة التي تقوم حاليا. شكرا جزيلا لك باسل خلف مراسلنا في قطاع غزة. عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل فلسطين المحتلة اليوم احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أقره الاحتلال. ودعا زعماء عرب مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل. وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاع
القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل. يأتي ذلك متزامنا مع استعداد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها سابقا لأهالي التجمع لهدم مساكنهم بأنفسهم. قرار وحدوي شعبي ترجم ليكون إضرابا شاملا في الأراضي الفلسطينية من شمالها حتى الجنوب، مع توالي القرارات والسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. يضرب الفلسطينيون ضد قانون القومية العنصري ورفضا للتطهير العرقي الممارس ضدهم، وإحياء لذكرى الانتفاضة الثانية، انتفاضة تبدو في ذكرها وكأنها لم تنتهي. محل مغلقة وإضراب يعم أرجاء رام الله وهتافات وداع شهيد قتل برصاص الاحتلال ليشيع إلى مثواه الأخير. حالة من الاحتقان يعيشها الشارع الفلسطيني مع تصعيد سلطات الاحتلال من سياساتها ضد الفلسطينيين، على رأسها سياسة التطهير العرقي والتهجير آخرها في منطقة الخان الأحمر، دفعت القائمين على الإضراب لإطلاق الدعوات للرباط في التجمع البدوي تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددها الاحتلال لأهالي التجمع بهدم مساكنهم ذاتيا وإخلاء المنطقة. بدهم يحطونا في سجن، سجن صغير مسكر بالسياج، وسجن الناس اللي عايشة هون على التغنيش على الحرية بتروح بغنمها 20 كيلو لغاد 20، ما بتقدرش تروح غاد بتقدرش، بدهم يخلونا زي شو اسمه طوابق زي الكنتونات. في اليوم الثالث بعد المئة من الرباط في الخان الأحمر حالة من الترقب تسود المكان الذي يقطنه نحو 200 فلسطيني يرفضون ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال لصالح المد الاستيطاني. في رام الله يشيع شهيد، وفي كل فلسطين إضراب شامل وعام، أما هنا في الخان الأحمر يتوافد المتضامنون للرباط فيه منعا لهدمه ورفضا لسياسة التطهير العرقي، سياسة قائمة على أساس عنصري تشرعنه سلطات الاحتلال دون أدنى تحرك دولي. يارا العملي، التلفزيون العربي، من التجمع البدوي الخان الأحمر شرق القدس. معنا من القدس محمد دحلة المحامي والخبير في شؤون القدس، أهلا بك سيد محمد إلى العربي اليوم. إذا تزامن بإجازة قانون الدولة القومية اليهودية مع موضوع استعداد إسرائيل الآن لهدم الخان الأحمر والوضع مشتعل بشكل كبير في فلسطين هذه الفترة، بداية من الإضرابات احتجاجا على بدء تنفيذ هذا القانون وليس انتهاء بالاعتصام الآن في خان الأحمر، ما الذي يمكن لهذه الفعالية الشعبية أن تحصل عليه فعلا من هذه الخطوات؟ يعني قانون القومية كان تجسيد لسياسات إسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة برعاية هذه الحكومة اليمنية المتطرفة. هذا القانون يمس كل فلسطيني في فلسطين التاريخية سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تزامنا مع هبة الأقصى والقدس التي كانت عام 2000 ومع سقوط الشهداء الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك داخل الخط الأخضر، ارتأت الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها أن تنطلق اليوم بمظاهرات وأن تعلن عن يوم إضراب عام وفعاليات شعبية ونضالات شعبية ضد هذه السياسات الإسرائيلية. هذه السياسات بطبيعة الحال سيكون لها الأثر على الحكومة الإسرائيلية. هذا النوع من المقاومة الشعبية يزعج الاحتلال الإسرائيلي، يزعج الحكومة الإسرائيلية، ويثبت لها بأن الشعب الفلسطيني لم ينسى قضاياه وبأن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله من أجل إسقاط نظام الأبارتهايد سواء كان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل نفسها من أجل إقامة نظام ديمقراطي حر. بما أنه حضرتك محامي وخبير في الشؤون القانونية يعني بالمجمل، يعني ما الذي يمكن فعله كخطوات قانونية ملموسة يمكن القيام بها من سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو يعني أي جهة أرادت أن تقف في وجه هذا القانون؟
أكثر الخطوات ملموسة والتي بإمكان فلسطين أن تقوم بها خاصة في قضية الخان الأحمر هو موضوع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لأن موضوع ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يرتقي إلى جريمة حرب وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني. عندما يعتقل أو يكون هنالك قرار باعتقال ولو مسؤول إسرائيلي واحد سواء كان من متخذي القرار أو المبادرين لهذا القرار، قرار الترحيل، أو ممن ينفذون هذا القرار، عندها فإن حكومة إسرائيل وأجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى الإدارة المدنية لهذا الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستحسب ألف حساب قبل أن تتخذ أي خطوة يكون بها مساس لحقوق الفلسطينيين ويكون بها انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. رأينا أن دولة فلسطين ابتدأت بالتوجه بشكل أكبر إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، رأينا أنها قدمت شكوى مؤخرا حتى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار أن القدس هي منطقة محتلة وأن نقل السفارة إلى هذه المدينة مخالف للقانون الدولي وأيضا للمواثيق الدولية. إذا أكملت فلسطين في هذا المشوار وهي دولة معترف بها كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وهي طرف لميثاق روما، فعندها يكون بإمكان فلسطين بالفعل أن تشابه هذه السياسات تمام. عدا عن النضالات الشعبية على أرض الواقع والتي هي أيضا مهمة جدا شكرا. من أجل تغيير مجريات الأمور من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي. محمد دحلة المحامي والخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك. نتابع بعد الفاصل. نتائج الانتخابات في إقليم كردستان العراق قد تعلن اليوم. أهلا بكم من جديد. كشفت وسائل إعلام عراقية عن حوارات ماراثونية مكثفة تجري حاليا في بغداد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم قضية اختيار رئيس الجمهورية الجديد. ونقلت عن مصادر سياسية مطلعة تأكيدها إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الساعة 8 من مساء اليوم بتوقيت بغداد لإعطاء الأكراد وقتا أطول لتجاوز خلافاتهم والاتفاق على مرشح واحد. ويتنافس على رئاسة العراق 24 مرشحا أبرزهم مرشحا الحزبين الكرديين الرئيسيين، إذ رشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، فيما أعلن الاتحاد الوطني أن برهم صالح مرشحه الوحيد. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار. مرحبا بك شفيق. هل تجاوز الحزبان الكرديان الرئيسان خلافاتهما بخصوص مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية العراقية؟ نعم بدر، طبعا حراك كردي عربي سياسي مكثف وغير مسبوق هذا اليوم. منذ الصباح وصل الوفدان الكرديان اللذان المتناقضان والمتخاصمان على منصب رئيس الجمهورية وصل إلى بغداد. الوفد الأول الذي يرأسه كوسرة رسول علي وهو قيادي من حزب الاتحاد على رأس وفد رفيع من قيادي حزب الاتحاد الكردستاني، بينما يترأس الوفد الثاني رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني وهو قريب لمسعود بارزاني. طبعا وصل إلى بغداد وبدأ الحراك السياسي الكردي باتجاه القوى السياسية العربية سواء إذا كانت شيعية أو السنية لإقناع الأطراف على اختيار أحد مرشحي الحزبين الكرديين المتخاصمين. الأول هو يعني برهم صالح المرشح عن الاتحاد الذي يعني قال يعني الذي أعلن الاتحاد أو أصر الاتحاد حزب الاتحاد الكردستاني على ترشيحه وحيدا دون البقية لمنصب رئيس الجمهورية، بينما تمسك أيضا وفد يعني أقصد حزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين كمرشح لكي يتبوأ هذا المنصب. لحد هذه اللحظة لم يتفق الحزبان الكرديان على اختيار شخصية واحدة برغم من النصائح التي
استلماها من قبل القوى السياسية العربية السنية والشيعية. قبل أقل من نصف ساعة التأم البرلمان العراقي أو قرع جرس مجلس النواب العراقي في جلسة تداولية لاختيار مرشح أحد المرشح لكي يكون هو لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم اختيار أي من الأطراف أي من المرشحين الأكراد أو العرب، لأن المنصب قد رشح له أكثر من 30 وقد تم اختيار أو فرز 21 مرشحا لكي يعني يخوضوا الانتخاب أو الترشيح أو ضمن السباق الرئاسي. شكرا جزيلا لك مراسلنا في بغداد شفيق عبد الجبار. نبقى في العراق، فمن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم نتائج انتخابات برلمان الإقليم. وفي بيان لها أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في التصويت العام أمس تجاوز 58%. هذا ورفعت سلطات الأمن حالة التأهب في عموم مدن وضواحي الإقليم تحسبا لوقوع أعمال عنف من أنصار أحزاب سياسية مختلفة. من جهته أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى حصوله على أكثر من 40 مقعدا نيابيا من مجمل مقاعد برلمان الإقليم البالغة 111 مقعد. هذا وتنافس في الانتخابات 28 كيانا سياسيا يمثلها 773 مرشحا تابعين للأحزاب الكردية، وعلى رأسهم الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. للمزيد ينضم إلينا من أربيل مراسلنا من هناك حازم الشرع. حازم، هل صدرت النتائج بشكل رسمي بعد؟ وأيضا في ظل حالة التأهب الأمني والتخوفات من أي أعمال عنف، كيف هو الوضع؟ نعم رولا، لم تصدر النتائج لغاية الآن، يعني إعلان المفوضية السابق قبيل الانتخابات تحدث عن 72 ساعة. قبل قليل أصدرت المفوضية بيانا آخر يعني قد يمدد مدة إعلان النتائج، حيث قالت أنها ستعلن النتائج بعد إكمال الشكاوى والنظر فيها، الشكاوى المقدمة في إجراء الانتخابات من قبل الكيانات السياسية. هذا بالطبع سيؤخر الإعلان قليلا، قد تكون هناك نتائج أولية خلال 3 أيام بعد إجراء انتخابات. التسريبات تشير إلى يوم غد، لكن المراقبين هنا لا يعتقدون أنها كافية بسبب الصراع الحزبي الكبير الذي حدث بعد الانتخابات. هناك اتهامات كبيرة خاصة من الحزب الرئيس والاتحاد الوطني الكردستاني بإجراء عمليات تزوير واختراقات كبرى. حركة التغيير اتهمت الحزبين الحاكمين بإصدار 200,000 وثيقة مزورة للمشاركة بالانتخابات. طبعا لم يرد لغاية الآن المفوضية أو الحزبين الحاكمين على حركة التغيير. الحزب الديمقراطي الكردستاني دعا الجميع للالتزام بنتائج الانتخابات والقبول بروح رياضية بنتائجها، وتحدث عن فوز ساحق كما ذكرت قبل قليل يتجاوز 40 مقعدا. هذا الشعور بالفوز انعكس اليوم على يعني انعكس على التصريحات الديمقراطية بخصوص الرئاسة العراقية، بحيث يعني التصريحات هنا تتحدث عن حصول الحزب على تلك الرئاسة. نعم رودا، شكرا لك من أربيل مراسلنا حازم الشرع. تجول وزير الخارجية اللبناني برفقة عشرات السفراء في جولة قرب مطار بيروت الدولي في مسعى لدحض المزاعم الإسرائيلية بوجود موقع للصواريخ هناك. وفي خطاب أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسلحي حزب الله اللبناني بإقامة مصانع للصواريخ قرب المطار وإخفائها بين المدنيين. باسيل وصف المزاعم الإسرائيلية أنها ستكون ذريعة لشن هجوم إسرائيلي. ما زالت تتفاعل قضية اتهام إسرائيل لحزب الله بإنشاء 3 مواقع وصفت في السرية قرب مطار بيروت، يسعى من خلالها بحسب الاتهام إلى تحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ يمكن توجيهها على أهداف في عمق الأراضي المحتلة بدقة 10 أمتار.
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رد أمام السفراء المعتمدين في بيروت أن تل أبيب تحاول تبرير عدوان جديد على لبنان بهذه المزاعم، واتهم نتنياهو باستغلال منصة الأمم المتحدة لإطلاق الأكاذيب. فإذا تنبرهن مرة تانية أنه إسرائيل المعتدية الأولى على النظام الدولي وعلى الشرعية الدولية والخارقة الأولى لقرارات الشرعية الدولية والخارقة لسيادة لبنان 1417 مرة بثمان أشهر سنة 2018 لسيادة لبنان بحرا وبرا وجوا بخلاف القرار الدولي 1701 لإسرائيل يلي هي الدولة الأولى يلي بتتهم الناس بالإرهاب وهي دولة الإرهاب، هي بامتياز الدولة التي تمارس الإرهاب الدولي على الشعوب بقتلى جماعيا وبنحر سيادتها وعدم احترام الشرعية الدولية، انه اللبنانيين لن يقبلوا بانه تستعمل الأمم المتحدة كمنبر للاعتداء على سيادة لبنان وللتحضير لاعتداء جديد على لبنان. وزير الخارجية دعا أيضا جميع السفراء لزيارة المواقع ليكونوا شهودا على كذب نتنياهو حسب تعبيره، واعتبر أن إسرائيل عندما تهدد تكون في موقف ضعف. من ملعب نادي العهد اللبناني الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اختار وزير الخارجية اللبناني الرد على ادعاءات نتنياهو وتبرئة حزب الله من ادعاءات احتفاظ بصواريخ قرب مطار بيروت، مؤكدا حق لبنان بالدفاع عن نفسه في حال شنت إسرائيل حربا ضده. جلس السفراء على الملعب والتقوا إداريين من نادي العهد المعروف بأنه ذراع حزب الله الرياضي. إداريون أكدوا بأن هذا صرح رياضي لا أكثر ولا أقل. رسالتنا رياضية بحت، بنحب الحياة، بنحب نعيش، بنحب أنه ننتصر بكل الميادين. وأهلا وسهلا فيكم، نحن بأمركم وجاهزين نفرجيكم على كل شيء. تفضل مالك. هلا هيدا الملعب الفوتبول، دليتونا على الفوتة. الفوتة عندنا نحن مثل موتيل صغير وجيم، جيم نحن فاصلين، عندنا جيم، جيم للرجال وجيم للنساء أو جيم للناشئين يعني. وكل الـ كل الـ كل المنشأة نحن بنقدر نفتح عليها. ما عندنا شيء اكيد تحت المدرجات مثل حي الله ستاديوم بده يكون في غرف تغيير ملابس والجيم كمان صغير، ففيكم تنزلوا كمان وتتفرجوا عليه وتشوفوه. نتنياهو كاذب ومجنون والشعب اللبناني مستعد للمقاومة، رسائل أعلنها وزير الخارجية بلغة هجومية أمام السفراء المعتمدين في بيروت، داعيا الأمم المتحدة للقيام بواجبها بالوقوف بوجه ما وصفه بإرهاب الدولة التي تجسده إسرائيل. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الحكومة ستثبت أن الاتحاد الأوروبي كان مخطئا حين عد خطط بريطانيا للخروج من التكتل غير قابلة للتطبيق. وفي كلمة اتسمت بالتفاؤل ألقاها هاموند في مؤتمر لحزب المحافظين، قال إنه يؤيد تماما خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأن مهمة بريطانيا هي إثبات أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مخطئ. من جهته دعا دومينيك راب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي زعماء الاتحاد للبدء في تقديم تنازلات في محادثات خروج بريطانيا من التكتل نظرا لضيق الوقت المتبقي. تصفيق حار يلقاه المتحدثون هنا في بيرمنغهام من أنصار حزب المحافظين الحاكم، لكن وراء هذه الحماسة الجامعة يستتر انقسام عميق، كلمة السر فيه بريكزيت. على عكس يومه الأول، خفت وطأة المناوشات الإعلامية في مؤتمر الحزب لصالح خطابات أكثر واقعية، ولكنها ليست بالضرورة أقل حدة. وزير البريكزيت دومينيك راب كان أبرز المتحدثين هنا، خاطب بروكسل متحديا. إذا كان العرض الوحيد من الاتحاد الأوروبي يهدد سلامة اتحادنا، فلن يتبقى أمامنا خيار سوى مغادرة الاتحاد من دون صفقة. بالمقابل بدا وزير المالية فيليب هاموند أكثر تفاؤلا داعيا إلى دعم خطط رئيسة الوزراء.
خلال الأسابيع القليلة القادمة يجب علينا أن نقف معا بقوة خلف رئيسة الوزراء لنحصل على أفضل اتفاق ممكن. كلام الخطابات هذا لا يجد صدى كبيرا في الشارع، حيث يعتقد كثيرون من أنصار الحزب أن قادتهم يجرون البلاد نحو المجهول. حتى اللحظة لم يستطيعوا التوصل لخطة معقولة، ويوما بعد يوم يبدو أننا سنخرج بشكل يؤذي بلدنا. لأعوام لام الإعلام هنا المهاجرين والاتحاد الأوروبي على المشاكل التي نعانيها، فأصبحنا بلدا لا نعرفه، لكننا لن نستسلم على الأقل دون قتال. مقابل هذه الطروحات تبدو تريزا ماي في موقع لا تحسد عليه، وسط تهديدات بحجب الثقة عنها من قبل خصومها. لا ينشغل المحافظون كثيرا بسؤال الخروج من الاتحاد الأوروبي، فالموضوع بات أمرا حتميا بالنسبة إليهم، لكنهم ينشغلون بتخفيف خسائر هذا الخروج الذي قسم البلاد والحزب معا. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، بيرمنغهام. يبقى معنا من بيرمنغهام مراسلنا زاهر عمرين. زاهر، يعني هذه التصريحات المناصرة لرئيسة الوزراء من الوزيرين وزير المالية ووزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلى أي درجة فعلا هي تخفف الضغوط عن ماي الآن مقابل مواقف خصومها؟ نعم، هذه ربما التصريحات تعكس المزاج العام للحزب. الحزب اليوم يبدو أقل ربما حماسة لبوريس جونسون وأكثر حماسة لتيريزا ماي كشخص، لكن ليس بالضرورة أكثر حماسة لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. آخر استطلاعات الرأي داخل صفوف الحزب وحتى خارجه تشير إلى تقدم تيريزا ماي على بوريس جونسون وعدم رغبة يعني أنصار الحزب بوصوله إلى رئاسة الوزراء. حتى يعني أفراد من داخل حلفه أمثال ديفيد ديفيس صرحوا أنه غير ناضج سياسيا، لا يصلح للوصول لسدة الحكم وتولي دفة الحكم الآن في هذه المرحلة الصعبة. أيضا هنالك مركز الاتحاد الأوروبي للإصلاح الذي قال البارحة أن بريطانيا حتى اليوم كل أسبوع يكلفها الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذه العملية التي تدعى بريكزيت، أكثر من نصف مليون جنيه استرليني، وهي لم تخرج بعد، غير أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتراجع بعد الخروج لأكثر من 2.5%. هذه الإحداثيات كلها تضع البريطانيين أمام وقائع وليس أمام شعارات، تضعهم أمام أرقام، أمام إمكانية فقدان عمل، أمام إمكانية ربما فقدان الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بمقابل الشعارات التي يطرحها أنصار الخروج من الاتحاد أمثال بوريس جونسون وديفيد ديفيس وغيرهم. خطابا اليوم الرئيسيان هاموند وأيضا دومينيك راب ركزا بشكل أساسي ليس على يعني وحدة الحزب أو على شؤون البريكزيت بالمعنى البريطاني، ربما على شؤون البريكزيت بالمعنى الأوروبي. كلاهما تقريبا خاطبا بروكسل، واستخدم الاثنان ربما سياسة العصا والجزرة. لوح دومينيك راب بالعصا قائلا لبروكسل: نحن نتفهم يعني الآراء تجاه خطة تشيكرز، لكننا لصبرنا حدود. وما تزال مرارة رفض يعني القادة الأوروبيين لخطة تشيكرز في سالزبورغ يعني ما يزال طعمها تحت لسان القادة البريطانيين هنا في جميع تصريحاتهم. بالمقابل استخدم فيليب هاموند وزير الخزانة سياسة ربما أقل حدة تجاه بروكسل، قائلا أن يعني البقاء أن خطة تشيكرز هي بمثابة أو بأهمية اختراع المصباح الكهربائي. الجميع قالوا عنه أول عندما تم اختراعه أنه بدعة ولا يمكن له أن يكون واقعا، لكنه تحول في النهاية إلى أمر واقع. وحشد أيضا الآراء خلف تيريزا ماي وخطتها. كل هذا يمكن يعني أن ينتهي غدا، لأنه الغد هو أحد الأيام المفصلية في هذا المؤتمر إن لم يكن الأكثر مفصلية. هنالك خطاب غدا لبوريس جونسون المرشح المحتمل لخلافة تيريزا ماي، والرجل الذي يثير أكبر كم من المشاكل داخل صفوف الحزب وربما أيضا يعني في عموم البلاد. وأكيد سنكون معك بنافذة خاصة عن هذا الخطاب من بيرمنغهام مراسلنا أو مفدنا إلى هناك زاهر عمرين، شكرا لك. العربي اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل.
نداءات استغاثة في أندونيسيا وحصيلة الضحايا ترتفع إلى أكثر من 1200 قتيل. أهلا بكم من جديد. يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع منذ أشهر أمام العملات الأجنبية ويسجل رقما قياسيا جديدا اليوم، إذ تخطى سعر الدولار 800 ريال يمني. إلى ذلك أكد وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني أن الهدف من دفع العملة للانهيار هو إسقاط الحكومة وابتزاز الرئيس عبد رب منصور هادي، مؤكدا أن هنالك جهات تسعى إلى تدهور العملة المحلية لأغراض سياسية. انهيار العملة المحلية يزيد من وطأة الحرب، تتلاشى آخر مدخرات اليمنيين وهي في مكانها. الجوع يفتك بالناس في اليمن، والريال اليمني فقد أكثر من 10% من قيمته خلال 48 ساعة الماضية. هذا التدهور السريع في سعر العملة المحلية يقابله زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع توقف صرف مرتبات الموظفين منذ أكثر من عامين، وتوقف أعمال الكثير من فعاليات القطاع الخاص وتسريح عمالها. ارتفاع الدولار الذي أثر علينا جدا جدا، ونحن كمواطنين وخاصة موظفي الناس الوسطى في أعمالهم لن يستلموا أي راتب، لن يستلموا أي معاش، لن يستلموا أي حقوق من هذه الأشياء. اقتصاديون يحملون التحالف السعودي الإماراتي السبب في تدمير اقتصاد البلاد عبر منعه استئناف تصدير النفط والغاز وفرض الحصار الخانق على المنافذ البرية والبحرية والجوية. الحكومة الشرعية حاولت وقف الانهيار عبر طبع أوراق مالية بدون توفير غطاء نقدي من العملة الصعبة، فجاءت النتيجة على عكس المطلوب. في اعتقادي انه الانتاج هو اهم حاجه، الصادرات هي اهم شيء، يعني فكنا نصدر يعني الى الخارج النفط الذي كان يستاثر بما مقداره يعني 85% من حجم الموازنه العامه في البلد. طبعا من ضمن الاسباب الرئيسيه ايضا انه يعني لانهيار العمله الوطنيه الريال والاقتصاد ايضا انه ليس لدينا احتياطات خارجية يعني تنقصت إلى الحد الذي لا يمكن ذكره. يعني استمرار تدهور العملة المحلية اضطر جمعية الصرافين في مدينة عدن إلى إيقاف جميع التعاملات المالية في بيع وشراء العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من طين التدهور الاقتصادي بلة. ليس هناك ثمة شيء يمكن أن يوقف تدهور حال الاقتصاد اليمني، وقد تكون نقطة البداية لذلك في إيقاف الحرب، تلك الحرب التي جعلت المحظوظ ذاك الذي يستطيع تأمين وجبته القادمة ويؤجل الموت يوما آخر. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. الآن إلى ضيفنا من صنعاء، سيكون معنا الدكتور محمد الحرزي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور. ما هي أسباب المشاكل التي يعاني منها الريال اليمني؟ وأهم من ذلك ربما، هل هناك من طرف معين يدفع الريال اليمني نحو الانهيار الآن؟ في البداية أخشى أن يكون السبب الرئيس غير المعلن هو محاولة الضغط على الأطراف المتصارعة الداخل المتصارعة للوصول إلى تسوية معينة أو تحرير أو تمرير صفقة معينة أيضا، وهذا الأمر قد يحمل في طياته خيرا منتظرا أو شرا مستطيرا للشعب اليمني. أما بالنسبة للأسباب، الأسباب هناك أسباب عديدة بالنسبة لانهيار التدهور. قبل الدخول في الأسباب، الريال اليمني الذي خسر إلى أن هناك جهة فعليا تدفع الريال نحو الانهيار لتحقيق الأهداف التي تفضلت بها، من هي هذه الجهة؟ أنا لن أتهم جهة معينة، إنما ربما من وراء الخبر قد يأتيك اليقين. من المستفيد من وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل أو انهيار تدهور سعر العملة المحلية؟
هناك الآن سعر الصرف أو سعر صرف الدولار ارتفع بشكل جنوني في معظم محافظات الجمهورية، لم تكن كلها في أرجاء الجمهورية اليمنية، سواء التي تحت سيطرة ما يسمى بحكومة الشرعية أو هنا في المحافظات التي لا زالت هنا تحت سيطرة حكومة صنعاء. وبالتالي جميع المواطنين يعانون من هذا الوضع، نفس المعاناة التي موجودة هنا نفس المعاناة التي موجودة هنا. وبالتالي نريد أن نتساءل من ضمن سؤالك، وأعذرني للإجابة عن سؤالك بسؤال آخر، من المستفيد من وراء تدهور سعر الصرف؟ هل هناك يد أيدي خفية تحاول تمرير صفقة معينة للوصول إلى تسوية معينة مثلا سياسية معينة، أو للضغط على أطراف معينة للتمرير ربما صفقة قد تكون تحمل في طياتها إما بعض الأحيان جوانب سياسية أو جوانب اقتصادية؟ مفهوم. طيب نعم. بالنسبة للإجراءات التي تستطيع الحكومة اليمنية والسلطات المالية اليمنية اتخاذها لتفادي هذا الانهيار في الريال اليمني، ما هي؟ يا أخي العزيز، سبقت ربما قبل سنتين مضت أن سجلت معكم تسجيل حول موضوع اقتصادي وتحدثت عن بعض الإجراءات والمعالجة الاقتصادية. نريد أن نكون صرحاء في هذا الموضوع، بحيث أن ربما عندما تكون صريح توضع المعالجات أو تقدم بعض المعالجات التي قد تكون صريحة. هناك المعالجات التي قد تكون في مثل هذه المرحلة قد لا تكون متأتية اليوم، والمعالجات التي كانت في السابق متأتية لن تكون متأتية اليوم. وبالتالي يجب على الجميع أن ينظروا الآن إلى مصلحة الشعب اليمني الذي يعاني الآن الأمرين. هنا الآن معظم الشعب اليمني على حافة المجاعة، من المستفيد من وراء هذه الوضع الذي يعيشه الشعب اليمني؟ واضح. كلا الطرفين المتصارعين سواء ما يسمى بحكومة الشرعية أو حكومة صنعاء هم المتأثرة، ربما يجب أن تكون لديهم شيء من التنسيق. نتكلم عن صراحة، إذا لم يكن تنسيق سياسي أو الوصول إلى تسوية سياسية يجب أن يكون جزء من التنسيق السياسي الذي يمكن أن نراعي فيه أو نراعي فيه نعم. بعض مصالح الشعب اليمني معين. نعم. الخبير الاقتصادي من العاصمة اليمنية صنعاء محمد الحرزي. بدأ السودان بطباعة عملة ورقية جديدة من فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية. وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة، فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك. بورصة لشراء ذهب تصاحبها قرارات لتنظيم بضائع الصادر وعوائدها وضبط حوجة الواردات للعملة الصعبة، قرارات ستتلو انطلاقة فئة 100 جنيه الجديدة في الأسواق وتبشر بخارطة جديدة للاقتصاد السوداني، يراها مراقبون كفيلة بإخراج البلاد من سلسلة الأزمات الأخيرة المتلاحقة. إقبال السودان على طباعة فئة جديدة في هذه 100 جنيه له إيجابيات وله سلبيات أيضا، ولعل اقتلته ضرورة معدل التضخم المرتفع وتآكل قيمة العملة الوطنية جعل من الضرورة إصدار فيها أعلى، خاصة أن الفئات الدنيا الآن فئات 50 قرش تلاشت تماما، وفئات الجنيه المعمول بها حاليا الآن تكلفة صك الجنيه أعلى من قوته الشرائية، وبالتالي احتمال بنك السودان يصدر قرارات مزدوجة، قرارات بإلغاء الفئات الدنيا التي لا قيمة لها ولا قوة شرائية لها وإصدار فئة جديدة اللي هي فئة 100 جنيه. صحيح أنه لها أثار تضخمية، ولكن ستعالج قضايا السيولة في المصارف وتلبية احتياجات العملاء وتعالج قضايا الموسم الزراعي الذي يحتاج إلى أموال للحصاد وغيرها من الأشياء. عانت البلاد من أزمة سيولة خانقة يونيو الماضي إبان طرح طبعة جديدة لفئة 50 جنيها دون سحب الفئات القديمة بعد إعلان البنك المركزي عن عمليات تزوير واسعة طالت هذه الفئة، لكن الخطوة لم تحرز أي نتائج إيجابية بل شكلت عاملا جديدا لارتفاع معدلات التضخم. يراها البعض خطوة انتحارية بينما يراها آخرون خطوة تأخرت كثيرا. بين المؤيد والمعارض يظل الفيصل في جدوى إصدار وتداول الفئات الكبيرة للعملة السودانية ومدى تيسر معاش الناس وانخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية. سالي عثمان، التلفزيون العربي، الخرطوم.
قالت وكالة مكافحة الكوارث في أندونيسيا إن هناك حاجة للمزيد من المعدات الثقيلة وعمال الإنقاذ للمساعدة في انتشال الجثث بعد الزلزال القوي وأمواج المد العاتية تسونامي يوم الجمعة. إلى ذلك أعلنت الوكالة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1203 قتلى، وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الكارثة تفيد بمصرع 832 شخصا حسب المتحدث باسم الوكالة. لا يزال الهلع والصدمة عنوانا عريضا للأوضاع في إندونيسيا. فقدوا كل شيء وخرجوا بملابسهم فقط لتقلهم طائرات إغاثة من بالو إلى مكان آمن. هؤلاء هم الناجون بعد زلزال مدمر أعقبته موجات تسونامي. وهنا لم يكونوا محظوظين بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة. بدأت فرق الإنقاذ بانتشال الضحايا من تحت الركام، ضحايا تزداد أعدادهم كلما اقتربت تلك الفرق من المناطق النائية التي انعزلت بسبب التسونامي. هنا سقطت أسقف البيوت على قاطنيها، انقطعت الكهرباء وفقدت أبسط مقومات الحياة. لاستعادتها شيئا فشيئا يستتر الأهالي ولو بخيام بسيطة، هذا إن وجدوها أصلا. إلى الآن لا توجد أي مساعدات ولا حتى خيمة. أنا أأمل المساعدة من حكومة دونجال المحلية وأن تجهز لنا الخيام بعد أن دمرت منازلنا. المخاوف ما زالت تعم المكان بشأن مئات آخرين قد يكونوا تحت الأنقاض نتيجة الانهيارات الأرضية التي اجتاحت قرى في المناطق المحيطة بالزلزال. وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا تستغيث طلبا المزيد من المعدات الثقيلة وعمال الإنقاذ للمساعدة في انتشال الجثث. وأمام هذا الكم الهائل من الدمار أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليون يورو، فيما عرضت دول مجاورة منها استراليا وتايلاند والصين تقديم المساعدة الفورية. للمزيد معنا من جاكرتا باختيار ناصر رئيس جمعية البركة الإغاثية. أهلا بك سيد باختيار. إلى العربي اليوم 1200 قتيل نتيجة تسونامي والزلزال تم الإعلان عنهم، هل هذا الرقم مرشح للزيادة؟ وأيضا هل وصلكم ما تحتاجونه من إغاثات؟ نعم، هذا العدد يعني ربما ستزداد، ربما يقارب 2000، لأن في بعض الحي وبعض المناطق حيث وقع فيه خسف، يعني تنزل القرية وتنزل الحي تحت الأرض ولم يعرف كم عددهم. يعني كما نتوقع ربما سيكون يعني يقارب 2000. وبالنسبة للحوائج الذي يحتاجون الآن، طبعا كما ذكرتم يعني المعدات الثقيلة والذين يحملون هذه الجثث وكذلك الكهرباء، وانقطعت المواصلات وكذلك يعني بعض الطرق، يعني صعب الحصول إلى المحل الذي فيه اللاجئون. وهم يحتاجون طبعا الآن إلى الماء للشراب وكذلك الأطعمة والملابس والأدوية وغير ذلك مما يحتاجون طبعا الخيمات حيث يسكنون فيه لمدة يعني قصيرة. هكذا منطقة أندونيسيا يعني هي من المناطق المعرضة بشكل دائم لحدوث زلازل وتسونامي، هل هناك مسؤولية تقع على عاتق جهة ما لعدم الإنذار المبكر وإخلاء هذه المناطق من السكان؟ نعم، عندنا طبعا من قبل الحكومة وكذلك الحكومة من الخارج، مثلا إنذار من اليابان وإنذار من أستراليا، لكن كل واحد طبعا لا يستطيع يعني يقرر متى بالضبط. مثلا الذي حصل الآن في بالو وفي دونغالا، المنطقة هذه في الخليج وبالو هو في طرف الخليج، لا أحد يستطيع يعني يقدر متى سيقع هذا التسونامي والزلازل.
وكذلك الخسر. نعم، نتمنى لجميع الأندونيسيين السلامة. أشكرك من جاكرتا بختيار ناصر، رئيس جمعية البركة الإغاثية. استأنف البرلمان التونسي أشغاله في آخر دورة برلمانية له قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة أواخر العام المقبل. ومن المنتظر أن تلقي الأزمة السياسية بظلالها على أعمال البرلمان بعد تأسيس كتلة برلمانية جديدة داعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يواجه مساع لإسقاطه. وسام دعسي معه تفاصيل. العام الخامس والأخير من العهدة الانتخابية للبرلمان التونسي، عام يرجح أن يكون ساخنا سياسيا بسبب الصراعات المبكرة التي استبقت الحملات الدعائية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. راح هذه الصراعات تتمحور حول حكومة يوسف الشاهد في ظل مساع لإسقاطها وقطع الطريق أمام ترشحه في الانتخابات. هذه الكتلة والاستقالات هذه هي رسالة أخرى أيضا لحركة النهضة بأن تنهي موضوع مطالبة الشاهد بتقديم تعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. هذه رسالة واضحة أيضا بأن يوسف الشاهد بدأ يخط مستقبله باتجاه 2019، ولا أعتقد مطلقا بأنه الآن سيقبل أي دعوة يعني لتقديم تعهد للانتخابات الرئاسية بأن لا يتقدم لها في 2019. النظام الانتخابي الذي أرسه الدستور الجديد بعد الثورة جعل البرلمان رقما صعبا في المعادلة السياسية بعد أن كان مجرد ذكور خلال عهد النظام السابق. اليوم من يمتلك الأغلبية البرلمانية يمسك مفاتيح الحكم، فالتوازنات الجديدة تحت قبة البرلمان قد تفرز تحالفات مختلفة. الكتلة البرلمانية الجديدة لما نشوف فيها كيف تتشكل، ونحن نعتبر أنه علاقتنا بها تستمر وتتأكد إذا هذه الكتلة ماضية في الشعارات اللي رفعتها، وهي شعارات معقولة جدا، شعار الاستقرار الحكومي والمؤسسات وهو نفس شعارنا، شعار تمرير القوانين الكبرى وأولها قانون الميزانية في شهر بداية من الشهر المقبل شهر أكتوبر. حزمة مشاريع تنتظر البرلمان على قرار قانون موازنة الدولة وقانون المساواة في الميراث وأخرى وضعت على الرف بسبب الصراعات السياسية كتركيز المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات. انقسامات سياسية متواصلة في تونس بشأن حكومة يوسف الشاهد قد تعيد ترتيب التوازنات الحزبية، لكن المؤكد أنها ستلقي بظلالها على أشغال البرلمان في عهدته الانتخابية الأخيرة. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. العربي.